هذا التراث حتى جيلنا هذا وأبنائنا هذين لا ينسون ولا يحملون الماضي. لازم يتكلمون عن الماضي بوجود هذا الحاضر. بفكر يتناغم مع الانفتاح على الثقافات العالمية والشراكة مع المشاريع الثقافية الضخمة التي جعلت دولة الإمارات مركزاً ثقافياً مؤثراً وواحة للتنوع الفكري. وكان رحمه الله حريصاً أشد الحرص على صون التراث وحفظ العادات والتقاليد وكافة القيم والمبادئ المنبثقة منها لتعزيزها في الأجيال الحالية والقادمة، وقدم الدعم الكبير لكافة الجهات والأنشطة التي تعنى بإحيائه من منطلق المحافظة على أصالة المنطقة وإبراز هويتها. فأنشئت مؤسسات مختصة بهذه المهمة ومتاحف حية لتعريف روادها بالتراث الإماراتي، واحتلت الرياضات والمسابقات التراثية مكانة بارزة لدى الشيخ زايد بحكم نشأته البدوية الأصيلة، وكان ملماً بالمعارف الشعبية والرياضات التراثية كالصيد بالصقور والفروسية وسباقات الهجن والسباقات البحرية لأهميتها في بناء شخصية الإنسان وإكسابه العديد من الصفات الحميدة. مجمل الشعر كان عربي ولا نبطي؟ فالعربي له معناه والنبطي له معناه. وحظي الشعر باهتمامه الكبير كونه شاعرا عذبا فذا، وله الكثير من القصائد في مختلف أغراض الشعر، وأقام طيب الله ثراه مجالس للشعر في مختلف أنحاء الدولة. وما زال أبناء زايد بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله يسيرون على نهجه في دعم وإبراز هويتنا وموروثنا، ليس فقط على النطاق المحلي بل نشره على النطاق العالمي، وذلك من خلال إقامة المهرجانات الشعبية المختلفة والمشاركة في أجنحة المعارض الدولية التي تعزز ملامح الهوية الإماراتية في المشهد العالمي، لعل أهمها في إدراج ملفات الصقارة والسدو والتغرودة والعيالة وأخيراً فن العازي ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.